استاذ سامح شريف، بتكلمنا منين؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا اهلا وسهلا استاذ سامح، اهلا اهلا بحضرتك. وسهلا بيك في برنامج سيستجيب. اهلا بحضرتك. ممكن اكلم فضيله الشيخ بعد اذنك؟ اتفضل استاذ سامح. اتفضل الشيخ عايز حضرتك، اتفضل مع حضرتك، اتفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن بس اسال حضرتك عن دعاء، يعني شروط الدعاء، شروط استجابه الدعاء. شروط استجابة الدعاء. احنا حضرتك بنتكلم في شروط استجابة الدعاء. بس انت حضرتك ممكن تلاقى الحلقة تاني في الإعادة. لأن يا فندم حضرتك أنا مسيحي. نعم. شروط الدعاء ما بتنطبقش على الحاجات اللي معلش حضرتك. حضرتك أنا إيه؟ حضرتك أنا مسيحي يا فندم. أستاذ سامح مسيحي. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. حضرتك ليك سؤال أستاذ سامح لشيخ أحمد. هو بيسأل حضرتك، انا اللي فهمته من السؤال ان حضرتك بتسأله شروط الدعاء ايه؟ يعني انا كنت عايز يوضح فضيلة الشيخ، انا سمعت شروط الدعاء وشروط الاستجابة، بس انا شايف ان انا يعني في حاجات انا ما ينفعش اعملها من خلال ديني، فهل انا دعائي هيبقى مستجاب؟ سؤال مهم جدا. شكرا يا استاذ سامح، انتظرنا الشيخ احمد هيرد على حضرتك. شكرا لاتصالك. هو استاذ سامح مسيحي فبيسال حضرتك هل شروط الدعاء هتطبق عليه ازاي؟ زي ما احنا بنقول، لان الفطر السويه تتفق جميعا، متفق عليها الفطر السويه للبشر عموما متفق عليها تماما. وما يتعلق بالرب جل في علاه، سواء كان في سماعه لدعاء عبده أو استجابته له، إنما هي في مكنون إرادة الله جل في علاه. فله تبارك وتعالى أن يتصرف في خلقه كيف يشاء وأن يشاء. إحنا أعطانا الكلام على اهدنا ورواية الحسن التي ندعو بها الله تبارك وتعالى، وهي المعروفة بدعاء القنوت، والقنوت بالتاء وليس بالطاء، لأن القنوط بالطاء إنما هو منهي عنه، وهو اليأس من رحمة الله جل في علاه. أما القنوت فهو الدعاء. قال الحسن عن جده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد نقل للأمة وكان صغير السن لنتعلم كيف ننهل من سيرة سيدنا النبي، وكيف نبلغ عنه، وكيف نكون خداما لدعوته وسيرته وسنته. وهذا شرف لنا أن نخدم سيرة أطهر مخلوق في الوجود كله صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إلى نهاية الحديث. ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لئن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أجود أنواع الإبل، أجود أنواع الإبل. إيه يعني إيه إن عملت أنت حضرتك برنامج كهذا، أو والسادة المسؤولون وافقوا على هذا، وإخواننا وأبناؤنا في الإعداد معنا الآن أحسنوا وأخلصوا النية لله على أنهم يدعون إلى الله، ولو بآية أو بحديث أو بكلمة، فالكل مأجور بفضل الله رب العالمين. الكل مأجور بفضل الله رب العالمين. إذن الدعاء فرضه الله تبارك وتعالى علينا فرضا. وإذا قلنا ما اتفق عليه السادة الفقهاء، إن صلاة النافلة، صلاة التطوع، لا تصح بدون فاتحة الكتاب، إذا نحن أيضا ندعو الله تبارك وتعالى سواء كان في الفرض أو في النفل أو في فروض الكفايات وما إلى ذلك. صلاة الجنازة يا شيخ أحمد يبقى فيها الفاتحة؟ نعم، تقرأ فيها الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، هي أربع تكبيرات تقرأ فيها بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، ثم الصلاة الإبراهيمية على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة، وبعدها الدعاء لمن حضر من الأموات سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، ويجتهد في الدعاء. التكبيرة الرابعة يعقبها الدعاء لنفسه ولسائر المسلمين. واستحب بعض السلف أن يقرأ المصلي في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.